مبروك مقدما ان شاء الله. دعواتك لنا يا حاج. البركه في الشيخه فاطمه. الحساب كام بقى ان شاء الله؟ يا كامل. ايوه حاج. عملت حساب؟ جاهز يا حاج، اتفضل. هو الحساب طلع 2000 جنيه، وعشان خاطر الشيخه فاطمه هعمل خصم 10%. متشكرين قوي يا حاج. الله يخليك. متشكرين. يلا. متشكرين قوي يا فتحي. نعم يا حاج. حط حاجتك البيه في العربيه. شكرا. العفو. لو سمحت ممكن كارتن بتوعك؟ قوي قوي، اتفضل يا حاج. شكرا، خطوه عزيزه. شكرا يا حاج. انست وشرفت. الله يحفظك يا حاج. انست وشرفت يا رفعت بيه. سلام عليكم. سلام عليكم. مع السلامه. الله يسلمك. مع الف سلامه. الله يسلمك. مش فاهم ليه ما حدش راضي يديني عنوانها. السلام عليكم يا حاج. يا اهلا يا فتاح. تعال يا ابني، تعال اقعد. انا خايف اعطلك يا حاج. ده انا اللي باعت لك ومش هسالك تشرب ايه، واقعد اتحايل عليك اللي انت عايزه اطلبه. نخلص موضوعنا الاول. تعجبني طريقتك، نخش في الموضوع. حضرتك عارف انا جاي هنا ليه؟ طب اعرف الاول انت ناوي تشتغل ايه؟ هفتح مكتب محاسبه انا واتنين زمايلي. ومعاكوا فلوس؟ هنأجر مكتب في الأول، وبعد كده لما ربنا يسهل هنشتري شقة ونعملها مكتب. ساعتها هتكون الفلوس راحت في الإيجار. ما هو ما عندناش حل غير ده يا حاج. تحب تتوظف في الحكومة؟ لا معلش يا حاج، أنا هشتغل مع زمايلي ورزقنا على الله. ونعم بالله. خلاص يا عم، اعتبرني أول زبون عندكم. حقيقي يا حاج؟ مش بس كده، هجرجر لكم رجلين كل المعلمين اللي حواليا. ربنا ما يحرمنيش منك يا حاج. ولو محتاجين فلوس أنا تحت أمركم. يا حاج كفاية كده. لا منظركم كده هتحتاجوا فلوس. هديكم اللي انتوا عايزينه وكمان تسددوها بالراحه، لكن المهم ترجع لي. الاهم بقى انا ليه عندك شرط واحد. امر يا حاج. زهره بنتي عايزك تحطها في عينيك، فاهم؟ في عينيك. عملت ايه يا شيرلوك هولمز؟ قدرت تعرف طريقها؟ هي مين دي يا سيف بيه؟ الله يخيبك، ده انت نسيت الموضوع خالص وما عندكش اي فكره. امال كنت عامل فالح ليه؟ قصدك على الشيخه اياها؟ وكمان نسيت اسمها؟ لا لا فاكره حافظه، الشيخه فتنه. فتنه؟ اسمها فتنه. جبت ايه جديد من عندك يا اخويا؟ يا سيف بيه، الموضوع ده يلزمه تكتيك وفلوس ووقت. لا واضح بقى انك مش قد الحكايه دي. تعرف مين بقى هجيب لي قرارها؟ الواد كامل صبي عبده. لا مؤاخذة، انت لو دفعت له 1,000,000 جنيه مش هتعرف تاخد منه حاجة. انا بس اللي ادحرجه في الكلام لحد ما يطب ويقرب اللي يعرفه. ما عملتش كده من الاول ليه يا فالح؟ معلش ما جاش في بالي يا سيف بيه، ما انت برضو مخك اكبر من مخي. خلاص انا هديك 20 جنيه، تعشيه وتسهره وتبسطه وتدلعه وتلين لسانه. 20 جنيه اسهره وابسطه وافسحه والاقي لسانه؟ طب مركب الباقي مراجيح. اشمعنى ليله يعني قاعدين لوحديكم؟ مين هيدفع لكم الحساب؟ سيف اظن مفيش داعي للكلام ده. وبعدين ما حدش قالك تعزمنا. العزايم على قفا مين يشيل؟ وعندنا اللي يدفع لنا الحساب. بالزبط. وبدل الويسكي بتاعك شامبانيا. بطلوا غلبة بقى وتعالوا اقعدوا على ترابيزتي. لا الا ترابيزتك، احنا ما عندناش استعداد نتهزق تاني. معلش يا ريري، انا عندي مشكله كده تعباني وملهاش حل. تعالوا بقى، انتوا عارفين انا ما بحبش اقعد لوحدي. ليه بتخاف من الضلمه؟ حلوه. بطلوا لمضة بقى بدل ما اتعفرت عليكم تاني. يا تيجوا دلوقتي هغير رايي. انا الليله هعزمكم على شمبانيا. شمبانيا؟ ايه رايكم يا عيال؟ موافقين؟ موافقين. شمبانيا. شمبانيا. يلا بينا. شوف اخرتها ايه معاك. اقعدوا عيال. يلا نعم اقعد. ربنا يستر. مزه. شوف سيف مالك الأيام دي متغير؟ في إيه؟
في واحدة بدور عليها، لو لقيتها استريح، واللي يدلني عليها دي الحلاوة. طبعا الرقاصة اللي بتحبها. لا لا، دي واحدة شيخة من الكبار قوي، زبينها كلهم من الناس العليوي، يقولوا عليها سرها باتع، بتفتح السكك المقفلة وتسير مراكب الوقفة. أنا عرفت يا سيف أنت عايزها في إيه؟ عايزها تدلك على مكان صاحبتك الرقاصة. لا مش كده وبس، دي لازماني في شغلي، لازماني قوي، تقدروا تقولوا كده مسألة حياة أو موت. دي الدرجة دي؟ ودي اسمها إيه دي؟ هما قالوا لي إن اسمها الشيخة فتنة. إياك تكونش فتنة بتاعت الزمالك. أنا كل اللي أعرفه اسمها وبس. طب واللي يدلك عليها؟ يبقى جميل هشيله فوق راسي طول عمري. لا ما ينفعش. أديله كل اللي يطلب. أعلى بخمس بواكي. أنتي تعرفيها بجد؟ ألا ده نريري والأجر على الله. قلت لك أعلى بخمس بواكي. اعتبريهم في جيبك، والناس دي كلهم شاهدين علي. بس أنت تقدر على طلباتها؟ دي الفيزيتا بتاعتها بس عشان تقابلها 10,000 جنيه، ده غير الطلبات اللي هتقعد تطلبها منك. ليه؟ تعمل إيه دي؟ من ناحية بتعمل كتير قوي. دي خلت الواد أخويا بعد ما كان كحيان، ده كان كحيان وغبي ورزيل، خليته مليونير. الناس اللي حواليه كلهم خايفين منه أحسن يشتري محلاتهم من كتر الفلوس اللي بيعرضها عليهم. أنا مستعد لكل طلباتها يا ريم. خلاص كلمني بكرة وأنا هجيب لك عنوانها ورقم تليفونها. وتشاهد جناين وورده ونسايم عبير بيعدوا. لو فات الحليوة بتميل العيون على خده، وتشاهد جناين وورده ونسايم عبير بيعدوا. لو فات الحليوة عنينك منه، متأكد وعارف انه أمورة وحليوة. وتقول له ان فيه احباب فاتحين للمحبة الباب، من شوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة. يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوب. يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي
بتلوبني ايه قصد الحليوة ايه قصد الحليوة. مين؟ انا سيف، سيف صالح. في ميعاد؟ ميعاد ايه؟ ما انا جاي من طرف، قصدي من ناحية الشيخ الست ريري. ثانية واحدة. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي. اتفضل. ماشي. أؤمر. أنا عايز أقابل الشيخة فاطمة. حاضر، ثانية واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سيف صالح؟ أيوه. من طرف مدام ريري. تمام. تؤمر حضرتك؟ ما قلنا عايزين نقابل الشيخة فاطمة. دي مليفر. أفندم؟ 10,000 جنيه. وماله موجودين طبعا. ده كار، يبقى ميعادك يوم السبت اللي بعد اللي جاي الساعة 10 الصبح. بقى 10,000 جنيه وميعادي بعد أسبوعين؟ ده إيه اليوم الأخبر ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أي خدمة تاني؟ مفيش خدمة ولا حاجة، أنتوا اللي عايزين أي خدمة؟ اتفضلي يا ست هاني. 10,000 جنيه ميات. شكرا يا فندم. بعد شرفت. أسبوعين. شرفت يا فندم. شاكرين. مع ألف سلامة. مع السلامة. ألو؟ أيوة، أنا الحاج عبد الرحمن. مين؟ ثانية واحدة، ست الشيخة هتكلمك. الشيخة فاطمة. يا ألف مرحبا، يا مليون بركة حلت علينا. أنا مش مصدق وداني، أول تليفونك مرن النور نور الوكالة كلها عندي. الحقيقة أنا مش عارف أتشكلك إزاي على جمايلك اللي مغرقاني. والله حاولت أعرف العنوان أكتر من مرة، محدش رضي يدلني. إحنا نعرف بعض كويس؟ الحقيقة صوتك مش غريب على وداني. أنا نفسي أنولي الشرف وقابلك عشان أتشكرلك على كل اللي عملتيه معايا، وإذا كنا بقى يعني معرفة سابقة يبقى زيادة الخير كريم. ربنا يديم المعروف. ايوه حضرتك، بس الميعاد اللي هتحدديه انا تحت امرك. طب اديني العنوان. ثانيه عشان اكتبه. ثانيه واحده. ايوه، نمره كام؟ الشارع. حاضر. طيب السلام. مع السلامة. وبعدين وسطت ايه اللي بتقولي عليها؟ ده انا اول ما دخلت كعيد 10,000 جنيه والسكرتيره حدفتني لعشرة ايام قدام. عارف لو كنت رحت من غير واسطه ولا كنت قدرت تخش باب الشقه، ولو رجيت عليك ودخلتك كانت اديتك معاد بعد 6 أشهر. ليه؟ ده انا لو كنت هقابل ملكة انجلترا ما كنتش حسدنا المدة دي كلها. خلاص روح لملكة انجلترا، خليها تحل لك مشاكلك. يعني تفتكر اللي حصل ده كويس؟ بقول لك انت حظك من السما، ده في ناس مستعدة تدفع نص عمرها عشان بس تقابلها ومش عارفين. طب بقول لك ايه؟ ما تكلميها دلوقتي وتأكدي عليها التوصية. ما تحملش هم، انا هكلمها لك في التليفون وهاكد لك عليها قبلها بيوم. قبلها بيوم ليه؟ ما تكلميها دلوقتي قدامي. يا نهارك مش فايت، اكلم الشيخه فوتنا من محل الناس داخله وخارجه منه. وهي ايش عرفها؟ ايش عرفها؟ امال مين اللي يعرف؟ انت عارف وهي قاعده في بيتها دلوقتي عندها استعداد تعرف انا قاعده مع مين وبقول ايه وفين. يا سلام، دي على كده بقى سرها باتع قوي. عارف يا ريري، لو الشغلة دي اتقضت ليك عندي الحلاوة. طب يلا يا اخويا، شوف طلباتي جهزت ولا لا. مصالحي. ايوه نعمينا سيف باشا. طلبات المدام جاهزة؟
روح يا شيخ الله يعمر بيتك. جاهزة؟ كله جاهز وكله مية مية. تحبي يحطهم لك في العربية؟ لا أنا جاية معاه. هنشوفك الليلة دي. هبقى أتصل بيكي وأقولك نتقابل فين. طيب باي بقى. مع السلامة. يلا هذا نبيل حط حاجة الهانم في العربية. دي فعلا صغرها بتع قوي. مش عرفت لك علوانها؟ هي مين دي؟ الشيخة فتنة. فتنة؟ ايه العنوان دي؟ قول لي بقى شارلوك هولمز. نعم. ساكنة في تحت الرابعة ولا في سوق السلاح؟ احنا هنتريا لا تحت الرابعة ولا في سوق السلاح، ساكنة في استنجرية في كوم الشقافة. امشي يا امشي من وشك، تقنيتك احسن. استنجرية قال. بس اصلي يا بابا يعني عبد الفتاح كان بيقول انه مش هيقدر يعني على تكليف الفرح لوحده يعني. ايه الكلام الفاضي ده؟ الله، ما هو عارف ان الفرح على العريس. احط لك موز يا خالتي؟ ماليه السنان ليه؟ بتقول ايه البت دي؟ ما امو عارفه كل حاجه. ما تتكلم يا عبود. انتوا اديتوني فرصه اقول اللي في دماغي. بص يا عبدو، احنا مش هنوافق على كل حاجه كده بالساهل. من اولها عاوزاك تقف لهم وقفه انما جامده قوي قوي قوي. وقفه جامده؟ هي جوازه ولا حرب؟ طب مش نسمع راي بابا الاول؟ طبعا نشهد للعروسه. انا مش فاهمه يا ماما ليه حضرتك وسته فجاه كده اخدتوا موقف من طنط صفيه. هي مش طنط صفيه دي كانت حبيبتك ها وصاحبتك واقفه معاكي كده في كل حاجه؟ بس يا بت بس كلام للكبار. مش فاهمك انت يا عبيطه يا مريال. انت صفيه دي صاحبتنا وليكن ما يكون، لكن الصاحب اللي يضر زي العدو المبين. انتوا بتتكلموا عن ايه بالظبط؟ يا لهوي، كان لازم تشهديها. ايوه مش قلت لكم انكم داخلين حرب يا جماعه؟ دي جوازه. وبصراحه عبد الفتاح جالي لغايه عندي وكلمني على ظروفه. بصراحه هتقولوا لي الفرح على العريس؟ هقول لكم بس لازم احنا نفكر. الفلوس اللي هيدفعها دي مش احسن له يشيلها عشان المشروع اللي داخله، بدل ما يبعزقها في شويه ملبس وحلويات وعوالم؟ يا لهوي، ايه اللي بتقوله ده يا عبده؟ ده انت ناقص تقول كمان ما يدفعش مهر. مين قال كده؟ الواد هيدفع ويدفع مهر كويس كمان. شوفي، مش لان احنا محتاجين فلوس، انا مستعد اجهزها واديها لغايه عنده، بس انا ما احبش بنتي تبقى رخيصه. العريس لازم يدفع ويغرم عشان تفضل غاليه في عينيه. يعني ايه شكاليت؟ لا طبل ولا رقص ولا غنى؟ امال الفرح هتعملوه في ايه؟ يا ستو، ما هو يعني احنا كلنا هنقعد نتعشى مع بعض، كفايه قوي. طبعا، وانت همك حاجه عايزه تاخدي عريسك وتجري على راي المثل، العروسه للعريس والجري للمتعيس. طب احنا نشوف بابا هيقول ايه ونوافق عليه. بس يا بنت اخرصي. الله، انتوا عايزين الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ ياكلوا وشنا ويحلوا بقفانا. يا دي اللوطه، بنت بنوه تتجوز ولد ولوه. سكتتي؟ مين اللي قال سكتتي ياما؟ الله، انا هعمل لها فرح الناس كلها تتكلم عليه، بس الفرح ده هديه مني ليها هي وعبد الفتاح. مين عبد الفتاح؟ اللي متقدم لها. ربنا يخليك ليا يا بابا. عارف انا لو كان بابا عايش ما كانش هيعمل معايا نص اللي بتعمله ده. عيب تقولي كده يا زهره، انت بنتي، كلكم بناتي. ان شاء الله ما ننحرم منك ابدا يا عبده. ده احنا لو لفينا الدنيا كلها والله ما لاقي ظفرك. خلاص يا بقية بقى، خلاص خلاص يا بنت، انا لو اتفتحت هغرق الشقه. خلاص بالزمة دول ناس بنتهم هتتجوز. صباح الخير يا سعد. يسعد صباحك يا ست صفية. كتر ألف خيرك على اللي قلته امبارح. قلت ايه؟ ما هي زهرة حكت لعبد الفتاح على كل حاجة. هي البت دي ما يتبلش في بقها فولة أبدا. ده عبد الفتاح كان عايز يجي يتشكر لك بنفسه. تشكر لي ايه؟ عيب تقولي كده، انت ناسي ان احنا اهل. عبد الفتاح ده بالنسبة لي زي ابني تمام. ربنا يزيدك من نعيمه كمان مرتمان، ويجبر بخاطرك زي ما انت جابر بخاطرنا كلنا. ربنا يديم المعروف. السلام عليكم. وعليكم السلام، ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة. مين؟ أنا عبد الرحمن صالح. ثانية واحدة. اتفضل. أهلا وسهلا، اتفضل. اتفضل حضرتك، اتفضل.
ثانية واحدة، السكرتيرة الخصوصية هتوصل حضرتك للشيخة فاطمة. هاي يا حاج، هاي يا حاج، ويلكم يا فندم. سوري معلش، اهلا وسهلا يا حاج. لحظة واحدة بعد اذنك ادي خبر الى الشيخة فاطمة. اتفضل استريح. اهلا 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 وسهلا يا حاج، نورت يا حاج. تحب تشرب ايه؟ لا مفيش داعي. اتفضل يا حاج، اتفضل. اتفضل يا حاج، اتفضل من هنا. This way please. دي أوضة الشيخة فاطمة؟ اه طبعا يا حاج، اتفضل. اتفضل. تعال يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مش معقول. فيفي. ازيك يا عبدو؟ الله يسلمك. قدرت تقعد المدة دي كلها ما تتصلش بيا؟ يعني اعذريني، ما كنتش اعرف لك عنوان. لو كنت اتصلت في سكني القديم كنت هتلاقي اللي يقول لك انا فين. طب انت ليه ما حاولتيش تتصلي بيا وانت عارفه المحل بتاعي؟ بسم الله ما شاء الله، بقت وكاله. البركه فيك، انت تستاهل كل خير يا عبدو. الله يخليك. أنا كان ممكن أتصل بيك لكن خفت، خفت أحسن تتضايق مني. أنا معقولة أتضايق منك؟ أصل آخر مقابلة بيني وبينك حسيت إنك بتودعني. لأني حسيت إن أنا اطمنت عليك. أنت ما بتغيبش عن بالي أبدا يا عبدو. ولا أنت يا فيفي. آسف، قصدي يا شيخة فاطمة. لا انت الوحيد اللي بحبك تقولي يا فيفي، بحب اسمعها منك. لكن انت ايه اللي مشاكي في السكة دي؟ اتجوزت الشيخ نجيب ابو شامة، اكيد تعرفه. الله يرحمه، كانت سمعته زي الطبل. الحقيقة يا عبدو تعلمت منه حاجات كتير ما كانش ممكن أتعلمها من حد غيره، ولما بقى ربنا افتكره ساب لي حاله وماله وزباين من الكبار اللي إشارة بس من واحد فيهم أمره يتنفذ على طول. طيب بيني وبينك يعني الكلام ده حقيقي؟ وما تخافيش، معايا سر كبير. يعني أنت تقدري تخلي البني آدم يتغير من حال لحال؟ البني آدم غلبان يا عبد، طول ما هو تعبان ومرعوب وخايف بيبقى متشحتف على أي كلمة تطمنه وتريحه. وانتي مكشوف عنك الحجاب؟ الواحد لما بيقرب من ربنا مخه بينور، بيفكر في حاجات ما كانش بيفكر فيها قبل كده. لكن أهم حاجة يا عبد إن الواحد يسعى لفعل الخير ويبعد عن أذية الناس، ولا اللي بيجيني بفك دقته وريحه. يعني انت بتقدري تعرفي ايه اللي هيحصل؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يعني بتعرفي في الغيب؟ اديك قلتها، استغفر الله العظيم، واللي يقول غير كده يبقى كافر. امال انت بتعملي ايه؟ شوف يا عبدو، كل واحد وليه اللي اعلى منه وكلهم زبايني. يعني كلمتين من ده على كلمتين من ده الكل يطمن. طب لو في شر، يعني لو في شر هيحصل هتقولي له؟
أوامري تمشي على الكل وتمنع كل حاجة وحشة. عندك مثلا واحد حيتشال من مركزه يفضل قاعد، واحد ماشي ماشي مش مظبوط نلفت نظره عشان يتعدل بدل ما يتفضح حاله. الله 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 الله، ده أنا كنت فاكر الحكاية ده قال وشعوزة، أتريها لعبة على كبير قوي. مش بقولك تفتيح مخ؟ طيب يبقى إيه لازمته إيه بقى البخور الغالي وأصناف العطارة اللي بشيء الفلاني؟ ما أنت كل ما تصعب الحكاية كل ما الناس تصدق، وكل ما العروسة مهرها يغلى مقامها يزيد. معك حق، في ناس كده يجروا ورا الغالي برهوان. طب فيفي أنت عرفت إزاي كل أنواع البخور والعطارة دي؟ مش بقولك كنت متجوزة الشيخ نجيب أبو شمة؟ الله يرحمه، واضح إن كان ليه باع كبير في علم العطارة. أنا بقى ماشي على وصفاته بالظبط، لا بروح شمال ولا باجي. عبدو أنا كنت عايزة منك كام وصفة. الخير عايزاهم ليه يعني؟ ينفعوش معاك يعني. أنا وصفاتي كلها دواء للعيانين، ومش كل العيانين يعني. أنا بس بعمل الوصفات اللي أنا جربتها وجابت نتيجة، لكن غير كده بقول لأي واحد عيان لازم تروح لدكتور يشوفك. ما أنا عايزة الوصفات اللي أنت متأكد منها. آه معلش يا فيفي، يعني الوصفات دي أنا عملتها عشان أريح العيان الغلبان من تمن الدواء الغالي. يعني أنت مش عايز تشتغل معايا في الناحية دي؟ معلش يعني التجارة في أوجاع الناس حرام. طول عمرك حنين يا عبدو. ربنا يقدرنا على مساعدة الناس الغلابة ويحمينا من أذى المفتريين. بمناسبة الأذية هقول لك حاجة هتستغرب لها. خير؟ أخوك سيف جالي من يومين وطلب مقابلتي. وعارف انت مين؟ هو انا لسه قابلته؟ على العموم هو اليومين دول حاله تعبان قوي، يا ريت تقدري تساعديه. بعد كل اللي عمله فيك يا عبدو؟ ربنا بيسامح، انا بني ادم مش هسامح، وبعدين ده مهما كان اخويا. طول عمرك قلبك كبير يا عبدو، اخلاقك دي انا ما شفتهاش على حد ابدا. يا بخت مراتك بيك. يا ترى انت عامل ايه؟ مبسوط في حياتك معها؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. عبدو هشوفك تاني ان شاء الله. ان شاء الله. دي هديه بسيطه كنت جايبها للشيخه فوتنا. يا شاكاليتا، وفاكراك العمر ده كله اكمنك معلم ومغوط في القلب يا ولد. تصوري ان انا كنت نسيتها. الولية من يمتها معذورة، حد يدق الشاكاليتا ويسلاها. انت يا حبيبي كل واحدة تتمناك، اكمنك ابن هنية وابن سيد الحج صالح على سيدني ورمح. كنت بتحب ابويا يا ام؟ ايه؟ حتى ما يحبش نفسه؟ ما يحبش روحه؟ وحشتني يا حاج، وحشتني يا سيدي. برغم كل اللي عملوا فيكي كنت عارفة ضميره، كنت حاسة بيه يا حبة عينه، كان بيتقطع عشاني من جوه. لكن يعمل ايه بقى، إرادة ربنا. تعرف يا شاكاليتا انت طالع لابوك في مطلع النسوان دي. كانت كل اللي تشوفه تتهوس وتتجنن عليه كده هو كده هو، لكن هو بشر تقيل طاهر من ساسه لراسه، لو الجبل اتحرك كان هو اتحرك، لا يمكن لأي مخلوق يتحرك غير لقبلت الحاجة سيدة. بس انت قلتلي انه كان بيحبك. بيحبيني، بيحبيني موت، لكن حبه ليها شكل تاني، شكل تاني. تقول ايه؟ فولة واتقسموا نصين، زلطوهم من بطن امهم، بيحبوا بعض. هو ده الحب الحقيقي يا ام. حكاك عليها. من كام يوم كنت عندها، قالت لي عارفه يا هنيه؟ قلت لها لا، هعرف منين؟ قالت لي انا لما بنام بحس ان الحاج كده نايم جنبي، ولما بقلق بالليل ب
بقوم الاقيه جنبي ومغمض عينيه. قلت لها ايه ده كان الليلة عندي. انت كل ما تشوفي وشي تقولي هات هات هات. انت ايه؟ ما بتشبعيش فلوس؟ وانت يعني كنت بتديني ايه؟ انت مش فارق غير في بعطارك فلوسك يمين وشمال، وبتيجي لحد عندي وتقول مفيش. انا مش فاهم بس امال الفلوس اللي ورثتيها دي وديتيها فين؟ حضرتك بقى كنت متجوزني عشان اصرف على نفسي ولا عشان انت تصرف عليا؟ اخص عليكي اخص عليكي يا دوت يا حبيبتي. ده كلام ده؟ انا وانت واحد، فلوسك فلوسي. وليه بقى فلوسك ما تبقاش فلوسي؟ ولا دي فلوس اللي بتسهر معاهم بس؟ انت اصلك مش فاهمه يا حبيبتي، مش فاهمه، مش عارفه اللي بيجرالي اليومين دول. وايه بقى اللي بيجرالك اليومين دول ومخليك مقرض على البيت كده؟ ما تقول، ولا مش لاقي سبب؟ لا، في اسباب واسباب، اسباب كتير جدا. تعالي معايا لوكان، تعالي وشوفي بنفسك. الحال هناك ما يسوغش ابدا. ده انا بعد ما كنت بكسب في اليوم اقل 1000 جنيه، دلوقتي مش قادر اجيب مصاريف الوكاله ولا اجور العمال. وايه اللي جرى؟ واشمعنى انت بالذات؟ سيزفت عبده بيدطني في كل مكان. الناس كلها دلوقتي مفيش في دماغها الا سيره عبده زفت العطار. عارف ليه؟ علشان ماشي بمرضي الله. دايما ابويا كان يقول لي ان التجاره شطاره واخلاق. ده كلام فاضي، كلام فاضي. اخلاق ايه؟ التجاره حظوظ، حظوظ. انا عرفت تجار نصابين وحراميه، انما كده بيكسبوا ملايين. بكره تشوف هيجرى لهم ايه. ما تفتكرش ان ربنا هيسيبهم. انا مش ناقص مواعظ. امال ناقص ايه؟ ناقص فلوس، محتاج فلوس. عندي فرصه كويسه جدا بس محتاجه فلوس. فرصه ايه دي؟ وصلت للشيخه فتنه اللي هتطلعني لفوق في السماء وتجيب زفت عبده الارض. والله انا ما بقيت فاهمه منك حاجه خالص. مش مهم تفهمي دلوقتي، المهم تقفي جنبي تساعديني تديني فلوس، وساعتها هديك الطقطقين. وما خدتش ليه مننتك؟ انا خلاص قامت توبتي. كل ما اقول لها عايز فلوس تقولي كفايه عليك ايراد الوكاله، انا واختك ما بتاخدش منه حاجه. والله الست معاها حق. حتى انت كمان، انت كمان يا دولت. بقول لك الوكاله صبحها نايم ومش هيصحيه الا الشيخه فتنه. ويلزمك بقى كام على كده؟ ده انا عشان اخد منها معاد دفعوني 10000 جنيه. شوف انت بقى بقيت المصاريف قد ايه. الو. اهلا يا عيشه. اهلا يا حبيبتي، ازيك يا اختي؟ وازاي نينا؟ خرجت راحت فين؟ مش عوايدها يعني؟ وكمان لوحدها؟ طب ليه ما كلمتنيش اوصلها في اي مكان هي عايزاه؟ ما انا قلت لها الكلام ده، قالت لي لا انا عايزه اخرج لوحدي. تلاقيها رايحه تزور حد من حبايبها. بقول لك ايه يا سيف، انت ايه يا اخويا؟ مطنش عليا بقالك كام شهر. ايراد الوكاله. يا سلام، ما انا صابر عليك لحد دلوقتي. عايزه فلوس تعملي بيها ايه يا عيشه؟ ما انت شاربه اكله نايمه ومش ناقصك اي حاجه. اسمعي يا عيشه، اذا كانت امك سمحت لك تاخدي نصيبك وهي عايشه، فلازم تفهمي انها كاتبه كل حاجه باسمها. يعني انا وانت ما ورثناش مليم واحد. وبعدين انا سبق وقلت لكم ان الوكاله مش جايبه همها. ده انا بجيب مصاريف بيتي بالعافيه يا اخوانا. عيشه، انت مالكيش اي كلام معايا. لما تبقي تورثي تبقي تعالي كلميني، انا مش ناقص هم ومشاكل.
اسكتي يا عيشة اسكتي. مع السلامة. هلاقيها منين ولا منين بس يا ربي؟ حاجة سيدة أنا عبد الرحمن. ليه حضرتك ركبت تاكسي؟ كنت تضربي لي تليفون وأنا جريك بعربيتي. كتر خيرك، ربنا ما يحرمنيش منك. لا أنا زعلان. أصله ده كان مشوار قريب هنا، أنا حتى ما رضيتش أقول لسيف. أنا عارفة يا ابني إن أنتوا عندكوا أشغالكوا، ما بحبش أعطلكوا. مهما كان أنت تشاوري بصباعك وإحنا علينا التنفيذ. تعيش يا عبدو، ربنا يكرمك. اللي قولي نعم. ازاي هنية وازاي العيال؟ يبقى اقول لها تيجي يا عبدو، ببقى عايزه اشوفها وحشاني. ما هي كانت عندكم من كام يوم. تصدق امك دي ما بتشبعش من قعدتها ابدا. يبقى خليها تيجي، خليها تجيب العيال. العيال بيوحشوني. حجم انت عندك بنتين عسل يا عبدو، عسل. ربنا يخليكي. عدم مؤاخذه، انت ما بتشوفيش ولاد سيف؟ لا، اصل مراته بالرويه. تصدق ما بترفعش سماعه التليفون وتقول لي ازيك. يلا ربنا يسامحها، مع ان انا اللي متجوزاها الوقت. اطلعي اشرب قهوه معايا. معلش مره تانيه، اصل انا عندي مشوار اتفق على بضاعه. ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. ايه اللي اقول لي يا عبدو؟ قال صحيح الوكاله مش شغاله كويس اليومين دول؟ يعني شويه، بكره ان شاء الله ربنا يعدل الاحوال. انا عايزك تقعد معايا يا عبدو، عايزك تتكلم معاه وتوعيه. يا ابني الواد عمال يبعزق في الفلوس يمين وشمال، ما هو مش تعبان فيه. يا ريت يرضى يسمع كلامي يا حاج، ما كنتش اتاخر ابدا. ربنا يكرمك، انت اصيل حلال، ربنا يسترها معك. ربنا يخليك. تعال اشرب القهوه بقى. معلش اعفيني مره تانية. السلام عليكم. مع السلامه يا ابني، مع السلامه. ربنا يكتب لك في كل خطوه سلامه. عيشة تعالي عايزاكي. في ايه؟ خير يا لينا؟ في ايه؟ اقعدي بلاش غلبة. حاضر. خدي خلي الورقة دي معاكي. فيها ايه الورقة دي يا نينا؟ اقريها وانتي تفهمي. عقد بيع ابتدائي تمليك انه حر. هو ده اللي كان عايزه ابوكي. ربنا يقدرك على فعل الخير. الورقه دي تخليها معاكي، ما تجيبيش سيرتها لحد ابدا. دي امانه عندك يا عيشه لحد ما اموت. لا ما تقوليش كده يا حبيبتي، ربنا ما يحرمني منك ابدا. ربنا يديك الصحه وطول العمر يا رب. سيبي اتفضل معايا. اتفضل. شيل ايدك وما تلمس حاجة، واقعد لحد ما اذنك تدخل. حاضر حاضر. حط في بطنك بطيخة صيفي يا جلال بيه.
نجمك لسه عالي في السماء والله أعلم. حقيقة يا ست الكل. جرالك إيه يا جلال بيه؟ أنت مش مصدق؟ كله بإذن الله. لا أنا مصدق كل حاجة، بس أنا كل اللي يهمني عايز أعرف أنا قاعد لحد إمتى؟ لحد ما يحين الأجل. المهم ترضي الأسياد لأجل يكونوا راضيين عنك. لا أنا تحت أمرهم. ودي طلباتهم. حضر أنا أول ما حنزل هبعت السواق يجيب الطلبات ديت ويوصلها لك. لا أنت حتروح بنفسك لحد الوكالة بشحمك ولحمك وهيلمانك. وكالة إيه؟ الحج عبد الرحمن العطار، الاسم والعنوان في الورقة. يا ست الكل بس أنا يعني أنا لو رحت هناك الوكالة ديت بشحمي ولحمي وهيلماني زي ما حضرتك بتقولي يعني هيبقى شيء مش حلو، وأكيد أكيد العطار ده هيعرفني. أنت بتجادل يا جلال بيه؟ دي أوامر الأسياد، أنت حر؟ لا 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 أنا مش حر أبداً، أنا تحت أمر الأسياد وخدامهم، واللي هيقولوا عليه أنا هنفذه. هتنزل من هنا تروح له على طول. حاضر. يلا بقى عشان معادك انتهى. طب حاضر اشوف حضرتك تاني امتى؟ انا حبقى اتصل بيك. ماشي. ربنا ما يحرمني منك ابدا ومن بركاتك ويديم بركتك عليا. سنجان سنكم، شد رحالك وقوم. حاضر. استنى. ايه؟ الخروج من الباب ده. حاضر، تحت امرك. ادخل ادخل يا سيف يا ابن سيده.